بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 65 بعد 100 من سلسلة دروس كتاب اللباب، شرح متن الكتاب للعلامة الشيخ عبد الغني الغنيم الميداني رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين. الله، لا يزال الكلام في بداية كتاب الرجعة. وصلنا إلى قوله رحمه الله تعالى ونفعنا به: والرجعة إما أن تكون بالقول، مثل أن يقول راجعتك إذا كانت حاضرة، أو رددتك، أو أمسكتك، أو راجعت امرأتي إذا كانت غائبة، ولا يحتاج في ذلك إلى نية لأنه صريح. الشيخ شرع الآن في بيان كيفية الرجعة، فقال: والرجعة إما أن تكون بالقول، مثل أن يقول راجعتك بكاف الخطاب للمطلقة، إذا كانت المطلقة حاضرة، أو يقول لها أو رددتك، أو أمسكتك، أو راجعت امرأتي إذا كانت المطلقة، يعني أو المراجعة المطلقة إذا كانت غائبة، ولا يحتاج في ذلك، يعني في قوله راجعت امرأتي أو راجعتك، يعني في المراجعة بالقول، المراجعة القولية، لا يحتاج فيها إلى نية. ليه؟ قال: لأنه صريح، لأن هذه الألفاظ صريحة في الرجعة. ومر معنا سابقا أن الصريح لا يحتاج إلى نية، الصريح لا يحتاج إلى نية، وإنما الذي يحتاج إلى نية إنما هو الكناية. مر هذا معنا لما تكلمنا عن أحكام الطلاق. قال: أو بالفعل، إذا تكون الرجعة إما بالقول أو بالفعل، مثل أن يطأها أو يقبلها أو يلمسها بشهوة، أو ينظر إلى فرجها. أؤكد على مسألة ذكرتها سابقا، ولعلي ذكرتها في آخر الدرس السابق، أؤكد على مسألة، وهي أنه لو قبلها بشهوة أو لمس، عفوا، قبلها بدون شهوة أو لمسها بدون شهوة، لا يريد بذلك الرجعة، لا يريد بذلك الرجعة، لا تثبت الرجعة، ولكن يكره هذا الفعل تحريما، لا يجوز له أن يفعله. قال: أو ينظر إلى فرجها الداخل بشهوة، أن ينظر إليه بشهوة، وكذا بكل، يعني وكذا تثبت الرجعة بالفعل، تثبت الرجعة بالفعل بكل ما يوجب حرمة المصاهرة إذا فعله، إلا أنه يكره ذلك، إلا أنه يكره ذلك، ويستحب أن يراجعها بعده بالقول. ربنا، ما معنى وكذا بكل ما يوجب حرمة المصاهرة؟ قلنا وكذا، يعني وكذا تثبت الرجعة بكل ما يوجب حرمة المصاهرة. يعني الآن لو أن إنسان راكب في ميكروباص،
وضع يده على يد امرأة بشهوة وحصل معه انتصاب بهذا اللمس، ما الحكم؟ حرمت عليه أصولها وفروعها، لأن هذا اللمس تثبت به حرمة المصاهرة، يعني لا يجوز له أن يتزوج فروعها، لا يجوز أن يتزوج فروعها ولا أصولها، وكذلك هي لا يجوز لها أن تتزوج فروعه ولا أصوله. هذه حرمة المصاهرة التي ثبتت باللمس بشهوة. طبعا المراد باللمس بشهوة ليس هكذا مطلق اللمس، لا، أو أن يشتهيها، لا، المراد، وهذا أمر أظن مر معنا سابقا أو سيمر لعله، أن يحصل معه انتصاب في الآلة، فعندها يكون هذا اللمس تثبت به حرمة المصاهرة، لأن هذا اللمس مفض إلى الجماع بدليل انتصاب آلته، بدليل انتصاب آلته، فقام هذا الدليل، دليل الانتصاب المفضي إلى الجماع، مقام الجماع، فثبتت حرمة المصاهرة احتياطا. وضح الكلام إن شاء الله؟ نعم. ولنا هل اللمس لابد أن يكون لمس الجلد بالجلد، أم ممكن يكون يعني لو في ملابس؟ طبعا بدون، لا لابد أن يكون بدون حائل، بدون حائل، والحائل هذا يمنع حرارة الجلد، أما لو كان حائلا رقيقا لا يمنع حرارة الجلد تثبت به، أما إذا كان هناك مثلا بنطلون جينز مثلا قماش، هذا يمنع حرارة الجلد، فإن حصل ملامسة وحصل معه الانتصاب الآلة لا تثبت به الحرمة، لابد أن يكون مس الجلد للجلد. لذلك إذا كنتم تذكرون مر معنا في نور الإيضاح وفي المراقي أيضا أنه لو أولج بزوجته وقد لف ذكره بخرقة مانعة من حرارة الفرج وأولج وأخرج ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. قال وكذا بكل ما يوجب حرمة المصاهرة إلا أنه يكره ذلك. نلاحظ هنا أنه أطلق الكراهة، أنه أطلق الكراهة، والقاعدة عندنا هذه قاعدة غالبية طبعا وليست يعني بشكل على الإطلاق، هي غالبية هذه ليست مطلقة، أن الكراهة إذا أطلقت يراد بها الكراهة التحريمية، نعم، ولكن الكراهة هنا تنزيهية، الكراهة هنا تنزيهية، يدل على ذلك أن الشيخ الكمال ابن الهمام رحمه الله تعالى لما شرح كتاب الهداية قال عند قول الشيخ المرغناني رحمه الله تعالى بأن الشافعية يقول يحرم وطء المطلقة رجعية، يحرم وطؤها، قال الشيخ الكمال بن الهمام يحل عندنا وطء المطلقة رجعيا، يعني انتبه الآن لكلامه، قال يحل عندنا، فأنا أنقل الكلام بمعناه ليس بحرفيته، يحل عندنا وطء المطلقة رجعية، قال ليه؟ قال لقيام ملك النكاح من كل وجه، لقيام ملك النكاح من كل وجه، نعم،
وكذلك كذلك الشيخ ابن نجيم في شرحه على الكنز قال الطلاق الرجعي لا يحرم الوطأ، لا يحرم الوطأ. فهاتان العبارتان مع كثير من أقوال الفقهاء يدل على ماذا؟ يدل على أن المراجعة بالفعل مكروهة تنزيها وليست مكروهة تحريما، وليست مكروهة تحريما. على الرغم من ذلك، على الرغم من ذلك الشيخ الكمال ابن الهمام أيضا يقول كذلك حتى نفهم للعبارة، قال أنه يستحب أن يراجعها بالقول، قال يستحب أن يراجعها بالقول. انظر كيف ماذا قال الشيخ، قال هنا كمان قال ويستحب أن يراجعها بعده، يعني بعد المراجعة بالفعل يستحب له أن يراجعها بالقول. الشيخ الكمال بن الهمام قال يستحب أن يراجعها بالقول. فإذا لما قال يستحب أن يراجعها بالقول نفهم منه أنه لو راجعها بالفعل لا يكره تحريما، لا يكره تحريما، وإنما يكره تنزيها لأنه ترك المستحب، ترك المستحب. إذن الكراهة هنا أحبابنا تنزيهية وليس تحريمية. أؤكد على الأمر، هذا الكلام الذي ذكرته أحبابنا ليس استنباطا مني واستدلالا بقول البحار واستدلالا بقول الكمال، أبدا، هذا ليس من اجتهادي، وإنما هذا فيما أذكر هو كلام ابن عابدين في المسألة، هذا فيما أذكر هو كلام ابن عابدين في المسألة لما تحدث عنها يعني. نعم، ولكن هذا ليس اجتهاد، يعني لست أنا الذي أقرر بأن الكراهة تنزيهية هنا، لا، إنما أنقل كلام غيري حتى لا يظن يعني بأن هذا الكلام يعني مقابلة كلام الكمال بكلام ابن نجيم، يعني هذا يعني ليس من اجتهادي، إنما هو كلام ابن عابدين فيما أذكر في الحاشية رحمه الله تعالى. ثم قال ويستحب له أن يشهد على الرجعة، هنا أول شيء قال ويستحب أن يراجعها بعده، يعني بعد المراجعة بالفعل يستحب له أن يراجعها بالقول، أن يقول لها راجعتك. ويستحب له أن يشهد على الرجعة شاهدين، والمستحب أن يكون هذان الشاهدان أن يكونا عدلين، أن يكونا عدلين. لماذا يستحب أن يكونا عدلين؟ لأن هذه الشهادة أو هذا الإشهاد أحبابنا الغاية منه أن تثبت الرجعة عند الإنكار، إذا أنكرت هي الرجعة أو أنكر هو الرجعة فعندنا شاهدان عدلان. فإذا كان الشاهدان عدلين فهما يتحملا الشهادة ويقومان بأدائها عند القاضي، أما إذا كانا غير عدلين فهما يتحملان الأداء الشهادة ولا يتحملان الأداء، فلا يكون هناك فائدة من هذا الإشهاد. لذلك هذان الشاهدان يعني ينبغي أن يكونا عدلين، ينبغي أن يكونا عدلين. قالوا يستحب الإشهاد أن يشهد على الرجعة الشاهدين، قال ولو كان الإرجاع بالفعل، حتى ولو أرجعها بالفعل يستحب له أن يشهد شاهدين عدلين. قال فإن لم يشهد صحة الرجعة، يعني الإشهاد ليس شرطا لصحة الرجعة. قال لما مر أنها، جميل، لما مر أنها استدامة للنكاح القائم، لما مر أنها يعني أن المراجعة، مراجعة الزوجة إنما هي استدامة للنكاح القائم، استدامة، السين والطاء والتاء هنا للطلب،
استغفر طلب المغفرة، استرحم طلب الرحمة، استدامة للنكاح القائم. يعني المراجعة هي طلب، الرجل لما يراجع زوجته هو يطلب أن يدوم هذا النكاح القائم بينه وبين زوجته الذي اعتراه الطلاق، فهو يطلب دوام النكاح القائم، فالنكاح ما زال قائما مع وجود الطلاق الرجعي. قال: لما مر أنها استدامة للنكاح القائم والشهادة. الآن يعلل لماذا تكون الشهادة سنة مستحبة وليست شرطا. والشهادة ليست شرطا فيه، ليست شرطا في صحة النكاح في حالة البقاء، في حالة البقاء. يعني الآن هل يشترط الشهادة أن أشهد الناس أن الآن النكاح باقي قائم بيني وبين زوجتي لا حتى يصح هذا النكاح؟ لا ما قال بهذا أحد. فالشهادة ليست شرطا في صحة النكاح في حالة البقاء، كما في الفيء في الإيلاء، كما في الفيء في الإيلاء. يعني تصح المراجعة، تصح المراجعة بلا إشهاد، كما يصح الفيء في الإيلاء بلا إشهاد، لأن الزوجية قائمة في حالة الإيلاء، الزوجية قائمة في حالة الإيلاء. فكما صح الفيء في الإيلاء بلا إشهاد، كذلك صحت الرجعة في العدة نعم بدون إشهاد. قد يقول قائل: كيف يتصح الرجعة بدون إشهاد والقرآن يقول وأشهدوا ذوي عدل بالنسبة للرجعة؟ ماذا قال الفقهاء؟ نص الشيخ الزيلعي في التبيين على أن الأمر هنا للندب، وطبعا اتفق فقهاؤنا على ذلك أن الندب هنا أن الأمر هنا للندب وليس للوجوب. قال: إلا أنها تستحب لزيادة الاحتياط، لزيادة الاحتياط. ليه؟ كي لا يجري التناكر فيها، يعني في الرجعة. قد تنكر هي وقد ينكر هو، وكذلك احترازا عن الوقوع أو الوقوف في مواقف التهم. يعني الناس عرفوا بأنه الآن طلق امرأته وهم الآن يرونه يدخل عليها فيتهم بالفاحشة وتتهم هي كذلك. إذن يستحب الإشهاد. وطبعا صيغة الإشهاد هي واضحة معلومة، وإن كان فقهاؤنا يعني نصوا على صورتها، فقالوا صورة الإشهاد أن يقول الزوج لاثنين من المسلمين العدلين، لعدلين يقول الزوج لعدلين اشهدوا أني قد راجعت امرأتي، اشهدوا أني قد راجعت امرأتي. هنا الله قال: ويستحب له أن يعلمها. يستحب له هنا فيما أذكر، اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أن الشيخ ابن نجيم أو غيره، والغالب أن الشيخ ابن نجيم رحمه الله هو قائل هذا الكلام، أن الشيخ ابن نجيم رحمه الله قال فيما معناه أن الرجعة على ضربين، على نوعين: رجعة أو إرجاع أو مراجعة سنية أو بدعية، نوعان، كما الطلاق، الطلاق سني وبدعي، كذلك الرجعة. الرجعة السنية قال أن يراجعها بالقول ويشهد على رجعتها عدلين ويعلمها بذلك. انظر الرجعة السنية
أن يراجعها بالقول وأن يشهد على رجعته وأن يعلمها بذلك. نعم. فإذا خالف واحدة من هذه الثلاثة كان الإرجاع بدعيا. ليه؟ لأنه على خلاف السنة، على خلاف السنة. نعم. والله تعالى أعلم. قال ويستحب له أن يعلمها كي لا تقع في المعصية. هداية. لماذا كي لا تقع في المعصية؟ قالوا لأن المرأة إذا لم تعلم، لم يخبرها زوجها بأنه راجعها، ربما بعد انقضاء عدتها ربما تتزوج على ظنها وعلمها بأن زوجها لم يراجعها والعدة قد انقضت، هنا فيقوم الزوج الثاني بوطئها فتكون عاصية بهذا الوطأ، وزوجها يكون مسيئا لأنه ترك إخبارها، لأنه ترك إخبارها. ولكن مع هذا لو لم يعلمها وتزوجت غيره صحت الرجعة، صحت الرجعة. ليه؟ لما قلنا ولما قال الشيخ قبل قليل، الرجعة هي عبارة عن استدامة النكاح القائم، وليست الرجعة عبارة عن إنشاء النكاح، ليست عبارة عن إنشاء النكاح. وبهذا نعلم هذا أن الزوج، أن الزوج لما أرجع زوجته ولم يعلمها كان متصرفا في حقه الخالص. ونحن نعلم أن تصرف الإنسان في خالص حقه لا يتوقف على علم الغير، لا يتوقف هذا التصرف على علم الغير، فلذلك تصح الرجعة وإن لم تعلم، وإن لم تعلم بأن زوجها قد أرجعها، وبذلك يعني ترجع إلى زوجها الأول. عندنا الآن مسألتان، عندنا الآن مسألتان: امرأة طلقها زوجها ولم يخبرها بأنه أرجعها، انقضت عدتها ثم تزوجت، بعد ذلك أول شيء قلنا أو الشيخ قال كي لا تقع في المعصية وبينا صورة المعصية. السؤال الأول الآن، السؤال: كيف تكون عاصية بغير علم؟ كيف تكون عاصية بغير علم؟ أجاب العلماء بأنها لما تزوجت بغير سؤال، بغير سؤال وقعت في المعصية، لأن التقصير قد جاء من جهتها. نعم. الآن تزوجت بعد أن تزوجت ثبت أن زوجها قد أرجعها. طبعا هنا لابد أحبابنا، لما تزوج الزوج الثاني بعد انقضاء العدة قال أنا راجعتها، لابد أن تثبت هذه المراجعة بالبينة، لابد أن تثبت، يعني نكحت زوجا غيره فقال أنا أرجعتها وأتى بالبينة على ذلك، قال فرق بينها وبين الزوج الثاني وإن دخل بها. نعم. قال هذا إذا ثبتت المراجعة بالبينة، هذا إذا ثبتت المراجعة بالبينة. الله. هنا كذلك مسألة أخرى، أشار إليها كذلك فيما أذكر الشيخ ابن عابدين رحمه الله، وهي تتعلق بعبارة وردت في فتح القدير، وردت في كتاب فتح القدير، وهو أن الكمال ابن الهمام رحمه الله، نعم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ضروري أن
كمال ابن الهمام أي نعم قال بأن لو أنها نكحت طلقها الآن زوجها وانقضت عدتها فتزوجت زوجا ثانيا نعم وادعى الزوج الأول أنه أرجعها قال فرق بينهما سواء انتبهوا أحبابنا إلى كلمة الشيخ الكمال سواء دخل بها الزوج الأول المطلق يعني أو لم يدخل بها سواء دخل بها أو لم يدخل بها قوله سواء دخل بها الأول أو لم يدخل قال الشيخ ابن عابدين وغيره طبعا قال هذا من تحريف النساخ أو سبق قلم من الكمال ابن الهمام ليه؟ قال لأن الزوج الأول لو طلق زوجته طلق زوجته ولم يدخل بها مع عدم الدخول نعم لا تثبت له الرجعة لأن الطلاق بائن أنا تزوجت امرأة ولم أدخل بها ثم طلقتها قبل الدخول وقبل الخلوة تكون هذه الطلقة ما حكمها طلاقا بائنا فلا يثبت لي لا أستطيع أن أراجعها وبالتالي قوله دخل بها الأول أولى هذا الكلام غير صحيح فيكون سبق قلم يكون سبق قلم إذن متى يفرق بين الزوجة والزوج الثاني يفرق إذا ثبت الإرجاع بالبينة أما إذا كان فقط مجرد ادعاء لا يفرق بين الزوجة وزوجها الثاني إذا كان قد دخل بها واضح الكلام إن شاء الله قال وإذا انقضت عدة المرأة التي طلقت طلاقا رجعيا انقضت العدة فقال الزوج قد كنت راجعتها في العدة فصدقته فهي رجعة بالتصادق فهي يعني قول الزوج أو مقالة الزوج نعم راجعتها في العدة مضموما إليه تصديق الزوجة هذا إيش يعني فهي يعني قول الزوج مضموما إليه تصديق المرأة إياه هذا كله إيش رجعة لذلك قال فهي رجعة بالتصادق رجعة بالتصادق نعم لأن أحبابنا كما مر معنا فيما أذكر مر معنا أن النكاح ونص على هذا صاحب البحر أن النكاح يثبت بالتصادق وقف رجل فقال هذه امرأتي ما عنده شهود فقالت نعم هو كما يقول أنا الأمر كما يقول فصدقته ثبت النكاح بينهما فالنكاح كما يثبت بالتصادق فالرجعة من باب أولى أن تثبت بالتصادق إيه نعم قبلها لابد يكون متزوجين صح ولا لا؟ نعم. قبلها لابد يكون متزوجين. يعني لا يكفي هذا الصيغة في عقد النكاح. طبعا لا يكفي مولانا. بس ولكن هل الزوجية الآن تثبت أم لا تثبت؟ بمعنى. قال هذا الرجل فلانة هند أنا قلت مثلا هند زوجتي. فقالت نعم أنا زوجته ثم مات أحدنا يرثه وإن لم يكن هناك شهود ثبتت الزوجية بالتصادق واضح مع 6 شهور من هذا التصادق جاءت بولد هذا ينسب للزوج هذا معنى النكاح يثبت بالتصادق ولذلك قال العلماء لذلك نعم سيدي لابد أن يسبق هذا إجابة وقبول يا شيخنا أنا الآن أنا ما قلت بأن النكاح يصح بذلك نحن قلنا يثبت في فرق كبير
بين ثبت وصح. الآن لما قلنا يثبت يعني هذا التصادق يترتب عليه أحكام النكاح كاملة، لو رأيناه يدخل عليها ويخرج منها لا يجوز أن نقول بأنه زاني، ولكن لو كانا كاذبين كما قال القاضي الشيخ ابن عابدين رحمه الله ظاهر قول الفقهاء فصدقته فهي رجعة، قال ظاهره ولو كانا كاذبين، ولو كانا كاذبين يعني هو لم يراجعها في العدة وهي صدقته وهي تعلم أنه كاذب، قال تثبت الرجعة ولو كانا كاذبين. ولكن انتبه الآن لدقة الكلام، ثبوت هذه الرجعة إذا كانا كاذبين يثبت قضاء، أما ديانة فعلى نفس الأمر، نفس الأمر بمعنى أنها لا تثبت المراجعة لأنه هو لم يراجعها في العدة. وكذلك هنا لما بالنكاح لما قال هذه زوجتي وقالت نعم أنا زوجته يثبت النكاح عند القاضي، ولكن لو كانا كاذبين فلا يثبت ديانة بل يبقى ديانة على ما نفس الأمر، هي أجنبية عنه وهو أجنبي عنها. وضح الكلام إن شاء الله الآن؟ واضح. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم. قال وإن كذبته بعد أن ادعى إرجاع زوجته المطلقة، ادعى طبعا بعد إيش؟ بعد انقضاء العدة، بعد انقضاء العدة قال قد راجعتك هنا، وإن كذبته قال فالقول قولها، القول قولها. ليه؟ قال لدعواه، لأنه ادعى يعني ما لا يملك إنشاءه في الحال، ادعى ما لا يملك إنشاءه في الحال. انتبهوا أحبابنا، الآن انقضت العدة، بعد انقضاء العدة قال أرجعتك، قال أرجعتك في العدة، أرجعتك في العدة، ما الحكم؟ القول قولها. ليه؟ قال لأنه الآن بعد انقضاء العدة لا يملك إنشاء الإرجاع. ليه؟ لأن العدة منقضية. فكان متهما في هذه الدعوة، في دعوى الرجعة كان متهما، فلا يصدق إلا بالبينة. لذلك قلنا قبل قليل أحبابنا، لو ادعى أنه أرجعها وكانت قد تزوجت ودخل بها زوجها لا يفرق بين المطلقة وبين زوجها الثاني، لا يفرق إلا إذا أثبت دعواه بالبينة. فإذا قال لدعواه ما لا يملك إنشاءه في الحال فلا يصدق إلا بالبرهان، إلا إذا أقام البينة. قال ولا يمين عليها عند سيد أبي حنيفة رحمه الله، يعني هي الآن أنكرت أنه أرجعها في العدة، والقاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذن الآن هو ما عنده بينة، فيجب عليها الآن هي أن تحلف على أنه لم يراجعها. قال سيدي أبو حنيفة رحمه الله لا تحلف، لا يمين عليها. وقال عليها اليمين نزولا تحت القاعدة العامة، اليمين على البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وقال عليها اليمين، قال وهي إحدى مسائل الاستحلاف استحلاف الستة. ومسائل الاستحلاف هذه التي اختلف فيها سيدي أبو حنيفة رحمه الله مع صاحبيه رحمهم الله، منهم من أوصلها إلى 7 ومنهم من أوصلها إلى 8، إلى 8 مسائل، ثمانية مسائل اختلف فيها أبو حنيفة مع صاحبيه، هل يستحلف فيها المنكر أو لا يستحلف فيها المنكر؟ النكاح، الرجعة، الفيء في الإيلاء، الاستيلاد، الولاء، الرق، النسب، نعم هذه كلها المنكر لا يستحلف. يعني ادعى عليها نكاحا أنه تزوجها فأنكرت، أو ادعت هي عليه نكاحا فأنكر، المنكر لا يستحلف، لا يستحلف المنكر،
لا يستحلف إلى غير ذلك. وهذا أظن مذكور في كتاب الدعوة، يأتي معنا إن شاء الله تعالى. بعد إذن حضرتكم سيدي. تفضل. الستة تاني، ست مسائل. الست مسائل. النكاح والرجعة. النكاح هي قلنا أوصلها بعضهم إلى ثمانية أو أكثر، سأذكر الآن ما يستحضره ذهني. النكاح، الرجعة، الولاء، النسب، الرق، الفيء في الإيلاء، الاستيلاد. كم واحدة صاروا؟ ستة أم سبعة؟ نسب الحدود مولانا. كيف؟ والنسب والحدود. نعيد فنقول. عليه سبعة. الفيء في الإيلاء، الرق، الاستيلاد، الولاء، الرجعة، النكاح، النسب، الحدود. ثمانية. ثمانية. مولانا ما واجه خلاف أبو حنيفة مع الصحابين إن هو خلف الأصل، هذا الأصل. ما وجه الاستثناء؟ يعني هذا الكلام يعني يذكر إن شاء الله تعالى مع أدلة الفريقين في كتاب الدعوة. يعني الآن ذكرت المسألة هكذا استطرادا، يعني أنه لا يمين عليها عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى. أظن سأذكر الآن شيئا، يعني يأتي الكلام مفصلا إن شاء الله في كتاب الدعوة وبيان حجة سيد أبي حنيفة مع حجة الصاحبين. طيب، قال في التصحيح: قد تقدم أن الفتوى على قولهما، تقدم أن الفتوى على قول الصاحبين. قال الإمام قاضي خان في شرح الجامع الصغير في كتاب القضاء في باب القضاء في الأيمان: المنكر يستحلف في الأشياء الستة عندهما، فإذا نكل المستحلف يعني حبس حتى يقر أو يحلف، والفتوى على هذا. وقال الإمام السديدي الزوزني وهو المختار عندي وبه كنت أعمل بالري وأصبهان، انتهى. الله. وإذا قال الزوج قد راجعتك، فقالت الزوجة مجيبة هنا قال انتبهوا أحبابنا، قبل قليل ماذا قال؟ قال إن إذا انقضت العدة فقال الزوج كنت راجعتها. الآن الحكم المسألة تختلف. قالوا إذا قال الزوج قد راجعتك، قوله الزوج قد راجعتك يريد الإنشاء، أي راجعتك الآن، يريد الإنشاء قد راجعتك يعني الآن. أما لو أراد الإخبار بأنه راجعها في الماضي، نعم، فيرجع إلى تصديق الزوجة، فإن صدقته ثبتت الرجعة وإن كذبته لا تثبت الرجعة. لا بد من ذكر هذا الكلام عن الحاشية يا أحبابنا. إذن قول الزوج قد راجعتك معناه أنه يريد الإنشاء، إنشاء الرجعة، أي راجعتك الآن. أما إذا أراد الإخبار أنه راجعها في الماضي فيرجع إلى تصديق الزوجة له، فإن صدقته ثبتت الرجعة وإن لم تصدقه لا تثبت. وإذا قال الزوج قد راجعتك فقالت الزوجة مجيبة له قد انقضت عدتي، يعني هو الآن يريد إنشاء الرجعة الآن، فقالت له الزوجة على الفور، ولا بد هذا القيد لا بد أن يثوى كذلك، أن تذكره على الهامش أحبابنا. فقالت الزوجة مجيبة يعني له على الفور قال راجعتك، فقالت مباشرة قد انقضت عدتي، انقضت عدتي، نعم.
أيوه، لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة. هل قوله هنا، قوله هنا والعدة تحتمل في النسخة التي بين يدي، هذه ليست من المتن وليست من الشرح، لعلها في نسخة من النسخ، لعلها في نسخة من النسخ. على كل، لو اعتبرناها موجودة، لو اعتبرناها موجودة، ينبغي أن تكون والمدة تحتمل الانقضاء وليست العدة، وليست العدة، والمدة تحتمل الانقضاء. وإن كان لقوله والعدة تحتمل يعني البقاء، ولكن المذكور في سائر الكتب التي رجعت إليها واطلعت عليها كلهم يقولون والمدة تحتمل، يعني المدة تحتمل انقضاء العدة، تحتمل الانقضاء. فإن لم تحتمل المدة انقضاء العدة تثبت الرجعة، إن لم تحتمل المدة انقضاء الرجعة وهي قالت انقضت عدتي على الفور، قال لا تثبت الرجعة إلا بحالة واحدة فقط، إلا بحالة واحدة، وهي أنها لو كانت معتدة وهي حامل، كانت معتدة وهي حامل والزوج كان يظن أنها ستحمل 9 أشهر، فإذا بها تلد في الشهر السادس، قال لا أنا ولدت، وثبت وثبت وثبتت ولادتها، وثبتت ولادتها، فليس له، لا تثبت الرجعة، لا تثبت الرجعة، لأن انقضاء العدة قد ثبت بالولادة. قال إذا قال الزوج قد راجعتك، فقالت الزوجة مجيبة له قد انقضت عدتي، لم تصح الرجعة عند أبي حنيفة، وقال تصح، وقال تصح الرجعة. إنا مولانا على الفور لو أجابت بعد المجلس، يعني مثلا 5 دقائق، لو قال الفقهاء، مولانا قال الفقهاء لو سكتت ساعة، والمراد بالساعة هنا يعني مدة من الزمن، دون يعني أنا مثلا أنا أتكلم، أنا وأنت الآن أتكلم هنا، فسكتت الآن ثم تابعت الكلام، هذا السكوت الآن الصغير يسمى سكوت ساعة. فإذا كان السكوت لا لعلة، لم يكن مثلا تريد أن تشرب ماء أو سعلت أو غصت أو لا لعلة، سكتت ساعة فترة من الزمن ولو قليلة، ولو دقيقة يا مولانا، يعني ساعة ولو دقيقة بزمانها، لا الدقيقة يعني صار في اختزال كثير للموضوع، يعني فترة من الزمن، فترة من الزمن بمعنى تستطيع أن هي تستطيع هي الآن تستطيع الآن أن يتبين لها انقضاء عدتها. يعني مثلا يعني اللهم صل على سيدنا محمد، يعني فترة قليلة من الزمن. السبب في ذلك، انتبه لماذا قالوا على الفور، انتبه علي، قالوا على الفور لماذا؟ لأنه لو قال لها الآن راجعتك ومريدا إنشاء الإرجاع حالا فسكتت، فسكوتها يدل على ماذا؟ على بقاء العدة. فإذا قالت انقضت عدتي تخبر أن العدة قد انقضت الآن، يعني بعد إخباره، بعد إخباره بأنه أنشأ المراجعة، فيكون الإخبار بانقضاء العدة حصل بعد الرجعة، حصل بعد الرجعة. أما لو قالت له على الفور انقضت عدتي، تكون الرجعة الصادرة من الزوج قد صادفت زمان انقضاء الرجعة، فلا تصح الرجعة زمان انقضاء الرجعة، لأن الأصل في المرأة أنها أمينة في أن تخبر بانقضاء العدة أو عدم انقضائها. واضح الكلام إن شاء الله تعالى. فلو أنه لذلك قالوا، لو هي قالت ابتدأت فقالت له انقضت عدتي، فقال الزوج قد راجعتك، فالقول قولها بالاتفاق بين أبي حنيفة وأصحابه. وقال تصح الرجعة.
إذا قال لها راجعتك. نعم. هلا قلنا الصحيح، قلت لها وجه، لها وجه، ولكن المنصوص في الكتب قولهم والمدة تحتمل، والمدة تحتمل. ربما تكون تصحيفا يعني. يعني الله والله أعلم، أنا لا يعني يعني الله أعلم يعني تصحيف هل هو خلل، لا أعلم، لا أدري. أنا فقط كما قلت لكم أنا أحب أن أبين أثناء القراءة، يعني بالأمس كان عندي بعض الإخوة والأحباب كنت أقول لهم سبحان الله، يعني أنا منذ كنت طالب علم وما زلت يعني منذ كنت صغيرا لما كنا نقرأ أثناء الدرس كنت أسأل كثيرا لماذا، يعني كنت يعني لا أحب أن أقف عند ظواهر الكلمة، فكان ربما الأستاذ يعني ينزعج يتضايق وأحيانا لا يجيبني وأحيانا يفعل لي هكذا وأحيانا ربما يعني يظهر انزعاجه. فلما أكرمني وشرفني الله عز وجل بالإقراء فأحببت أن أقرأ على هذا المنهج، لا أحب أن تمر كلمة تحت يدي إلا وأن أفهم معناها، فإن عجز فهمي وقصر فهمي أمرها، ويعني أنا لست يعني مضطر يعني أو مضطر يعني، يعني ليس من المعيب أن لا أفهم كلام كل كلام المؤلف، فأنا قد يعني لا يعني يعجز أن أفهم بعض كلامي، فأنا أحب أثناء قراءتي يعني أن أدرس الكتاب كلمة كلمة، بعد أن نقرأ كتابين أو ثلاثة أو أربعة مع مجموعة من الطلاب، طبعا بعد ذلك لما نقرأ كتبا أخرى تصبح طريقة الإقراءة قراءة طبعا تختلف، ولكن دائما العادة سبحان الله يعني تغلب الإنسان، يعني يعزم الإنسان. بالأمس لما كنا نقرأ درس التفسير أنا عزمت على أن لا أتكلم كثيرا في الدرس، عزمت على أن لا أتكلم كثيرا، فلما تصادف مسألة سبحان الله وفي الذهن بعض المعلومات عنها يعني باللا شعور ينطلق اللسان. أما الآن بالفقه نحن قبل الفقه يعني أنا الآن الفقير متعمد يعني أن أقرأ أن أقف عند كل كلمة حتى نفهم الكتابة إن شاء الله يعني على النحو المرضي بإذن الله تعالى. الله يبارك فيك، نسأل الله القبول، نسأل الله القبول. إذن قال الصاحبان وقال تصح الرجعة، تصح الرجعة. لماذا تصح الرجعة عند الصاحبين؟ نعم، الصاحبان قالا العدة باقية ظاهرة، في الظاهر العدة باقية ما لم تخبر المرأة بانقضائها، وهذا عمل بالإيش؟ باستصحاب الحال، باستصحاب الحال. نعم، فلما قال راجعتك مريدا إنشاء الرجعة تكون المراجعة قد صادفت زمان العدة. نعم، فلما هي أخبرت بالانقضاء بعد قوله راجعتك يكون انقضاء العدة بعد ثبوت الرجعة، هذا قول الصاحبين. قال الإسبجابي والصحيح قول أبي حنيفة واعتمده المحبوبي والنسفي وغيرهما كذا في التصحيح. ثم قال وإذا قال الزوج، وإذا قال زوج الأمة بعد انقضاء عدتها قد كنت راجعتها في العدة فصدقه المولى. نقف هنا أحبابنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.